جمال نزلها على الانستغرام فيها تطلع بصور المجله. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي انا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، امي بدها تصور معنا. اعمل لك نزلها. خلاص. أنا روحي اقعدي مع اخواتي. ما سمعت شو قلت لك؟ روحي عدي مع اخواتي. يا جماعة أنا بدي بيع أمي. في حدا بيشتري؟ الحبايب يا ضنايا أنت وكل أملي ومنايا أنت يا أحلى غنوة في دنيا حلوة غنت معايا وزمان. يلا غمد 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 ماما غمد غمد يا روحي يا جمال غمد. شو؟ ما في حدا بيشتري؟ أنا بدي بيع على أمي. على ما يبدو ما حدا بده يشتري. دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش همي ولا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. الإنسانة البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس وحبتني يا رب بنت الأكابر. أمي اللي ما رضي حدا يشتريها. باركيلي أمي. أنا بشتري أنا بشتري أنا بشتري. مين اللي قدر مثلي المسلم